في الفيديو ده عن السكندري اوبن انجل جلوكوما، بس احيانا بتوصلني اسئله منكم في حاجات سبق شرحها قبل كده، فبرضه بحب اوضحها لكم. من الاسئله اللي وصلتني حاجه عن النورمال تنشن جلوكوما، ان انت ممكن يجيلك عيان ضغط عينيه كويس اقل من 21 بس عنده كوبينج في الاوبتيك ديسك وعنده فيجوال فيلد تشينج بتاعته جلوكوما. في بعض اسباب تانية بتعمل كده غير النورمال تنشن جلوكوما، زي ايه؟ مثال مثلا واحد خد خبطه في عينه عملت له مثلا تروماتيك هايفيما، والهايفيما دي رفعت ضغط العين بتاعه، قعد على كده اسبوع اسبوعين على ما اتعالج. الفتره الاسبوع الاسبوعين دول ضغط العين اللي كان عالي في الوقت ده عمل له كابينج، بقى الكابينج في العين دي مثلا 0.5 وفي العين الثانيه 0.2، والكابينج ده results in visual field change. ده مثال. الراجل ده يعني او العيان ده بعد ما اتعالج من الخبطه وضغط العينيه نزل خلاص هيبقى كويس بعد كده، بس الاثر بتاع ضغط العين اللي كان مرتفع ده يعني الكابينج اللي حصل والفيلد تشينج مش هيتغير. يعني هو الراجل ده بعد سنه بعد سنتين بعد ثلاثه من الخبطه هيظل الكابينج بتاعه 0.5 والفيجوال فيلد تشينج موجوده، بس ضغط عينيه خلاص اتظبط لان الهايفيما اللي كانت موجوده راحت. او مثال تاني، واحد جاله اتاك اوف يوفيتس والانفلاماتوري سيلز قفلت البورز اللي موجوده في الترابيكولار ميش ورك وزودت له برضو ضغط عينيه، قعد فترة على كده أسبوع أو شهر ولا حاجة و results in cupping و visual field change، بس بعد ما اتعالج من الكلام ده وضغط عينيه نزل بقى ال cupping وال field change موجودة و بس ضغط عينيه بقى أقل من 21. دول نفرقهم إزاي عن normal tension glaucoma؟ هو إحنا ليه لازم نفرقهم عن normal tension glaucoma؟ لأن normal tension glaucoma دي بتحتاج علاج. يعني إيه؟ يعني بيجي لك عيان عنده كاب ديسك ريشيو عالي وفي اسيمتري بتوين بوث ايز وفي فيلد تشينج بتاعته جلوكوما والانترا اوكلر بريشر بتاعه اقل من 21 بس ما عندوش ساينز اوف سكندري جلوكوما، العيان ده بيتعالج. ليه لازم يتعالج؟ لان الجلوكوما بطبيعته بروجريسيف ديزيز، يعني العيان ده ضغط عينيه 18 بس كل شهر عن التاني وسنه عن التانيه هيحصل بروجريشن في الكابينج وفي الفيلد تشينج. ده عين النورمال تنشن جلوكوما. انما المثالين مثلا اللي احنا قلناهم اللي هو بتاع الراجل اللي اتخبط في عينيه وحصل له هايفيما او اللي بيجي له يوفيتس، ده وقت الاتاك بس ضغط العين ارتفع فدمر له شويه ريتن نير فايبرز وحصل الكابينج وحصل فيه دي شينز، راحت الاتاك وضغط العين انخفض خلاص، ما انت يعني هتعالجه ليه؟ ما الحاله اصلا ستيبل. فلازم نفرق الامثله دي اللي هي النورمال تنشن جلوكوما عن الامثله اللي احنا قلناها. الامثله اللي احنا قلناها بتتجمع تحت عنوان اسمه Old Normalized Glaucoma، دي حاجة old، دي كان عنده قبل كده attack وهي اللي دخلته في ضغط رفع الضغط عينيه وعملت له المشاكل دي، وما الاتاك اتعالجت سواء الهايفيما مثلا او اليوفيتس وضغط العين انخفض، الاثر بتاعها اللي هو الكابينج والفيل شينز ما زالت موجوده، انما الموضوع ستيبل فمش محتاج علاج. طب افرق بينهم ازاي؟ افرق بينهم ان انا اشوف الساينز بتاعت اليوفيتس مثلا، اي في كي بيز موجوده، الكي بيز تقول ان العيان ده كان عنده يوفيتس قبل كده. واحيانا على فكره بيبقى الموضوع فيري ديفيكولت ان انت تعمل له اسسمنت، مش عارف هل دي نورمال تنشن جلوكوما ولا اولد نورمالايزد جلوكوما، فبنقعد نعمل انفستيجيشنز ونشوف ساينز ونعمل كل المحاولات عشان نستبعد ان في اسباب تانية عملت الجلوكوما، مش قادر افرق هل هي نورمال تنشن جلوكوما ولا اولد نورمالايزد جلوكوما. بيتبقى الحاجه الوحيده ان النورمال تنشن جلوكوما دي بروجريسيف، يعني العيان لو جالك دلوقتي على كابينج 0.5 مثلا وهو نورمال تنشن جلوكوما بعد 6 شهور او بعد سنه هيبقى كابينج اكتر من كده. بس طبعا انت لو استنيت عشان تشوف البروجريشن بتاع الديزيز انت في الوقت ده العيان بيفقد ريتينال نيرف فايبرز. فدي كانت نقطه اتسالت فيها واعتقد مكتوب عندك في الكتاب الفرق بين النورمال تنشن جلوكوما والاولد نورمالايزد جلوكوما، الساينز اللي موجوده اللي تدلك على ان في حاجه كانت انسلت حصل قبل كده وضغط العين ارتفع بس دلوقتي بقى هو كويس، او البروجريشن بتاع الديزيز النورمال تنشن دي بروجريسيف انما الاولد نورمالايزد لا هي خلاص بقت نورمالايزد ومش بروجريسيف. طيب هنتكلم في الفيديو ده بقى عن السكندري اوبن انجل جلوكوما، يعني هي جلوكوما برضو يعني مثلث الرعب بتاعنا موجود اللي هو الانفير اللي هو الانترا اوكلر بريشر والفيل تشينجز والفاندس تشينجز والانجل مفتوحه بالجونيوسكوبي، لكن دي سكندري يعني في حاجه هي اللي رفعت ضغط العين، في سبب واضح قدامي هو اللي تسبب في الجلوكوما. الاسباب دي عشان السهوله في ان احنا نحفظها ونسترجعها بتتقسم لبري ترابيكولر، اسباب قدام الترابيكولر مشورك، اسباب في الترابيكولر مشورك نفسها، واسباب بوست ترابيكولر.
لو خدنا الاسباب الترابيكولر الاول، ان البورز بتاعت الترابيكولر مشروك دي ممكن تتقفل بحاجات كتير قوي. تتقفل ببلاد سيلز زي الهايفيما مثلا، تتقفل ببيجمنت زي البيجمنتري جلوكوما، تتقفل ب انفلاماتوري سيلز زي الانفلاماتوري جلوكوما، تتقفل ب ماكروفاج سولنس بروتين في الفايكولاتيك جلوكوما، حاجه اسمها جوست سيل جلوكوما في الديجنريتد ار بي سيز. لما بيحصل فيتريس هامورج، الفيتريس هامورج بيحصل ديجنريشن في الار بي سيز اللي موجوده في الفيتريس، وتروح تقفل الترابيكولار مشرك، تعمل حاجه اسمها جوست سيل جلوكوما او بالسودو اكسفوليشن ماتيريال. الحاجات دي كلها بتقفل البورز بتاعه الترابيكولار مشرك، بس ده مش معناها ان دي كلوزد انجل، البورز اتقفلت. لكن لو عملت العيان ده جونيوسكوبي هشوف الانجل مفتوحه قدامي، وهشوف الترابيكولار مشرك باين قدامي هو بس نون فانكشنال. الحاجات دي طبعا كلها مايكروسكوبيك، يعني بعيني مجرده وبالست لامب مش هشوفها. الحاجات دي قفلت البورز، لكن الانجل ستراكشرز نفسها ما زالت فيزيبل بالجونيوسكوبي، فدي اوبن انجل جلوكوما. طيب البوست ترابيكولار بقى، بعد الترابيكولار مش ورك، ممكن تحصل اسباب ترفع الضغط اللي موجود في الاوفثالميك فينز، وبالتالي هيرتفع الضغط اللي في موجود في الكولكتور شانلز وفي الفينز اللي بتجمع الايكوس من الكانال اوف شلم. زي ايه؟ زي مثلا لو حصل واحد عنده سوبيرو فينا كيفا اوبستراكشن او كاروتيد كافيرنس فيستولا، دي بترفع الضغط جوه الكافيرنس ساينس، وبالتالي بيرتفع الضغط في الاوفثالميك فينز. او الستيرج ويبر سندروم، في الستيرج ويبر سندروم برضو بيحصل هيمانجيوما، والهيمانجيوما دي بترفع الضغط جوه الفينز، وبالتالي بيقل الاكسكريشن بتاع الايكوس هيومر، الدرينج بتاع الايكوس هيومر، لان طبعا عشان يحصل درينج كويس لازم الضغط جوه الفينز يبقى قليل. فالحاجات دي كلها بتعمل كونجشن في الفينز. طب البري ترابيكولار بقى، البري ترابيكولار دي قدام الترابيكولار مش ورك، ممكن تتقفل بنيوفاسكولار ممبرين فايبروفاسكولار تيشو زي النيوفاسكولار جلوكوما او ابيثيليال انجروث. الابيثيليوم ده هيجي هنا هيدخل جوه العين منين؟ ممكن من ووند بينتريتنج ووند للكورنيا يقوم او الكونجكتيفا يقوم مدخل الابيثيليوم جوه الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر، يعمل بري ترابيكولار ابيثيليال انجروث. او حاجه اسمها ايريدو كورنيال اندوثيليال سيندروم، الاندوثيليوم بتاع الكورنيا ده يقوم زاحف هنا، يعني الاندوثيليوم المفروض واقف هنا، واحنا عارفين ان هو بيقف عند حاجه اسمها شوابيز لاين، ده اللاين اهو، بس لا الاندوثيليوم في الحالات دي بيكمل بيعدي شوابيز لاين وبيقفل بيبقى قدام الترابيكولار مش ورك، يبقى يا اما تقفل بابيثيليوم او اندوثيليوم او نيو فاسكولار ممبرين. طبعا دي اسباب كتير كلها مش مطلوبه منكم الا حاجات معينه، ودي المواضيع اللي احنا هنقولها على مستوى الاندر جراديوت، اللي هي الموضوع اللي بتيجي صور كتير، وممكن تيجي طبعا في الديفرنشال دايجنوز بتاعت البرايمري اوبن انجل جلوكوما. اول حاجه اسمها السودو اكسفوليشن جلوكوما، ودي كنا تعرضنا ليها في الكاتركت لما كنا بنتكلم عن السودو اكسفوليشن، وما قلنا السودو اكسفوليشن ده بيبقى عباره عن اكسفوليتيف ماتيريال بتتقشر من كل البيزمنت ممبرينز اللي موجوده في العين بما فيها الزونيولز اللي موجوده الماسك اللينس، عشان كده بيحصل سبلكسيشن لللينس دي، وبما فيها كمان البيزمنت ممبرينز اللي موجوده في الباك اوف ذا كورنيا وفي اللينس. فبيحصل ان الماتيريال دي اللي هي الاميلويد لايك ماتيريال اللي هي بتتقشر من كل البيزمنت ممبرينز الموجوده في العين، بتروح تترسب في الترابيكولار مشورك وتسد البورز بتاعتها. طيب احنا في المواضيع بتاعت السكندري جلوكوما دي هنتكلم عن الكلمه المميزه في كل موضوع. يعني نفترض مثلا سؤال، لو جالك سؤال ان اكتب الكلينيكال بيكتشر بتاع السودو اكسفوليشن جلوكوما، هي هنفصص العنوان ده الجلوكوما يبقى المثلث بتاعنا، ضغط العين عالي، وبرده هنعمل له فيزنج، وبرده هنشوف الكورنيال ثيكنس، الاوبتيك نيوروباثي، هنشوف برده الكاب ديسك ريشيو، وهنشوف النون سبيسيفيك ساينز زي البيونيتنج واللامينار دوساين والسبلنتر هيموريدج والنيزل شافت، وهنشوف البيري بابيلاري اريا، وهنشوف الريتن نير فايبر لاير ديفكت، وهنشوف الفيلد تشينجز اللي هي النيزل ستيب والاركوسكوتوما والدبل اركوت. يعني هي نفس الكلام اللي اتكلمنا عنه، بس ده الكلام الجنرال بتاع جلوكوما. لكن الحاجه السبيسيفيك هنا اللي احنا هنشوف الساينز بقى، لو بنتكلم عن كلينيكال بيكتشر اوف سودو اكسفوليشن جلوكوما، لازم نركز على الساينز بتاع السودو اكسفوليشن. انا اعرف منين العيان ده عنده سودو اكسفوليشن؟ بشوف الماتيريال دي مترسبه على اجزاء من العين زي ما هنشوف دلوقتي. لو خدناها اناتوميكالي من قدام لورا من اول الكورنيا على الباك اوف ذا كورنيا، بشوف حاجه اسمها كروكنبرج سبيندل.
الكروكنبرج سبيندل دي هي مش كاركترستيك للسودو اكسفوليشن، هنلاقيها موجوده برضو في البيجمنتري جلوكوما وموجوده في الاولد ايج. بشوف ديبوزيشن اوف بيجمنت على الباك اوف ذا كورنيا سبيندل شيب على شكل سبيندل. الراجل اكتشفها اللي هو كروكنبرج سماها على اسم كروكنبرج سبيندل. دي طبعا مش صوره امتحان لان عشان نميز الباك اوف ذا كورنيا على البروجيكتور هتبقى صعبه شويه، لكن دي كمعلومه نظري من اول الكورنيا بشوف على الباك اوف ذا كورنيا ديبوزيشن للبيجمنت وسودو اكسفوليشن اسمه كروكنبرج سبيندل. لو دخلت جوه شويه ووصلت للايرس بلاقي ان البيجمنت اللي موجود على البيوبيلاري بوردر بيتقشر بيقع. احنا من الاناتومي بتاع الايرس في بيجمنت كوندنسيشنز موجوده على البيوبيلاري بوردر اسمها بيوبيلاري رف. البيوبيلاري رف دي بتقع بيحصل لها لص وبيحصل ديبوزيشن اوف سودو اكسفوليشن ماتيريال اللي هي الحاجات البيضة اللي موجوده على البيوبيلاري بوردر دي. واما تقع البيوبيلاري رف بيحصل حاجه اسمها ترانس اليمينيشن ديفكت. ايه ترانس اليمينيشن ديفكت؟ اما اجي اشوف الريد ريفلكس ثرو ذا بيوبل المفروض اشوفه ثرو ذا بيوبل بس، لكن لو واخدين بالكم هنا الترانس اليمينيشن متشاف من مناطق المفروض ما كانش يتشاف منها، مناطق من عند البيوبيلاري بوردر هنا المفروض المنطقه دي فيها بيجمنت فبالتالي مش هشوف من خلالها اللايت اللي هو الريد لايت دي، بس المنطقه دي فقدت البيجمنت اللي هو واقع من هنا البيوبيلاري رف وبالتالي بقت رقيقه جدا شفت من خلالها الضوء الاحمر، ده اسمه ترانس اليمينيشن ديفكت وبيبقى موجود عند البيوبيلاري بوردر. يبقى بفقد البيوبيلاري رف وبشوف الداندرف اللي هو سودو اكسفوليشن مترسب على البيوبيلاري بوردر وبالتالي بشوف ترانس اليمينيشن ديفكت. لو بصيت على الانجل هلاقيها طبعا اوبن انجل بس هلاقي بيجمنتد كاركترستيك بيجمنتد لاين موجود انتيريور تو شويه بيز لاين. لو بصينا على الانجل دي ادي الروت اوف ذا ايريس اللي هو ده واللون البني الغامق اللي موجود هنا ده السيلياري باند وبعدين اللون الابيض اللي بعديه السكليرا سبير ويليه الترابيكولر مش ورك وبعدين الترابيكولر مش ورك بيبقى فيه شوابيز لاين اللي هو اللون الابيض. اللون البني بقى اللي بعديه ده حاجه اسمها السامبوليزي لاين. السامبوليزي ده راجل تقريبا ايطالي شاف اللاين ده هايبر بيجمنتد لاين موجود انتيريور تو شوابيز لاين انتيريور تو اللاين الابيض ده بيبقى موجود في السودو اكسفوليشن. اخيرا هخش على اللينس هلاقي الدبل رينج ساين اللي كنا قلناها فيه احنا بنشرح الكاتركتس. ايه الدبل رينج ساين دي جت منين؟ السودو اكسفوليشن ماتيريال بتترسب على الانتيريور لينس كبسول. البيوبل طول ما هي عماله توسع وتضيق وتوسع وتضيق بتقوم تعمل وايبنج تمسح السودو اكسفوليشن ماتيريال اللي موجود في المنطقه دي الميد بريفري بتاع اللينس فيبان جزء سنترال في اللينس ادي واخد اللاين رينج دي وجزء في البريفري واخد الرينج دي وما بينهما اللاينز دول ممسوح ليه؟ عشان البيوبل عماله يحصل فيها مايوزس وميدريزس فعامله زي المكنسه او المقشه عماله تقنص السودو اكسفوليشن ماتيريال اللي موجود هنا. ولو انتوا واخدين بالكم لو بصيتوا على الايدج بتاع البيوبل هنا تلاقيه رقيق جدا ومترسب عليه وايت ماتيريال اللي احنا جبناها في الصوره الاولانيه اللي هي دي. يبقى دي الساينز الكاركترستيك بتاع السودو اكسفوليشن بالاضافه للساينز بتاعت الجلوكوما. طب اعالجه ازاي؟ نفس اللاينز ميديكال وليزر وسيرجري. الميديكال هما نفس الفور لاينز اللي هما البروستاجلاندنز والبيتا بلوكرز والكربونيك انهيدريز انهبيتورز والالفا 2 اجونستس هم نفسهم، بس هم لقوا في الاستاديز ان الفيلير ريت هنا عالي وبالتالي طالما الفيلير ريت عالي في الميديكال تريتمنت ما بوصلش للتارجت انتر اوكر بريشر فبنقل على اللاين اللي بعده اللي هو الليزر اللي هو الارجون ليزر ترابيكولار بلاستي. هم لقوا بقى ان الارجون ليزر ترابيكولار بلاستي هنا مور افكتيف ذان البرايمري اوبن انجل جلوكوما. ليه؟ لان الليزر هنا الارجون ليزر هو كان اصلا بيستهدف ايه في الترابيكولار مش ورك؟ الميلانين. الميلانين بيجمنت الموجود في الترابيكولار مش ورك بيمتص الارجون باور دي انرجي وبيحولها لهيت وبالتالي بيحرق جزء من الترابيكولار مش ورك ويقوم عامل الفتحه اللي فيها. فاحنا عندنا هنا اصلا البيجمنتيشن هنا في الناس اللي عندهم سودو اكسفوليشن عالي، هم عندهم سامبوليزي لاين اللي هو هايبر بيجمنتد لاين فهم عندهم البيجمنتيشن عالي وبالتالي الميلانين بيجمنت اكتر وبالتالي هيمتص ليزر اكتر وبالتالي هيبقى الليزر هنا مور افكتيف عن البرايمري اوبن انجل جلوكوما. لكن لو حصل برضه ان الليزر ده ما وصلنيش للتارجت انتر اوكرا بريشر بضطر اعمل سيرجري اللي هي زي السب سكير تربيكلكتومي وذ ذا سيم سكسس ريتس اوف برايمري اوبن انجل جلوكوما. النوع الثاني من السكندري اوبن انجل جلوكوما اللي هو البيجمنتري جلوكوما اللي هو زي ما السودو اكسفوليشن ماتيريال هناك قفلت الترابيكولار مش ورك بورز هنا البيجمنتري جلوكوما البيجمنت هيقفل الترابيكولار مش ورك بورز. طب البيجمنت ده جه منين؟
الناس اللي هم عندهم بيجمنتري جلوكوما لقوا ان الصوره دي متاخده بحاجه اسمها يو بي ام التراسونيك بايو مايكروسكوبي. التراسونيك يعني ده سونار، بس سونار بيبين الجزء الامامي من العين. لو فاكرين احنا كنا قلنا لو واحد عنده ريتينال ديتاتشمنت مثلا او فيتريس هاموريج وهو عنده دنس كاتراكت وانا مش عارف اشوف الفندس بعمله بي سكان الترا ساوند. طيب البي سكان الترا ساوند ده بيبين البوستيرور سيجمنت لان البنتريشن بتاعه عالي. الالترا سونيك بايو مايكروسكوبي هو الترا ساوند برضه بس البنتريشن بتاعه اقل فبيبين الانتيرور سيجمنت. دي صوره دي للكورنيا وادي الانجل اوف ذا انتيرور تشامبر وادي الايريس. لو واللي تحت ده اللاين ده اللينس. لو واخدين بالكم هنا الايرس هي بوستيرور بوينج، الايرس معوجه لورا كده عامله كيرف لورا، وبالتالي هي عامله كيرف لورا فعماله تعمل رابنج اجينست الزونيولز. الزونيولز اللي ماسكه اللينس هنا الايرس عشان عامله بوستيرور بوينج عماله تعمل رابنج للزونيولز. ولو فاكرين احنا قلنا البيجمنتري سيلز موجوده على التاك اوف ذا ايرس، وبالتالي مع الرابنج دي البيجمنت اللي موجود فيه الباك اوف ذا ايريس هيحصل له لايبريشن، هيطلع من البيجمنت سيلز دي ويروح يقفل ال تروبيكال ميشورك بورز. طب ايه اللي خلى الايريس تعمل كده؟ ايذر ان ده حاجه كونجنتال انومالي عندهم، او في ثيوري اتقالت ان البريشر جوه الانتيريور تشامبر في الناس دي اعلى من البريشر في البوستيريور تشامبر وبالتالي بيقوم زي الايريس لور. وهنستفيد من الثيوري دي في العلاج زي ما هنشوف بعد شويه. المهم ان في posterior bowing للميد periphery of the iris وبالتالي بيعمل rubbing against the zonules وبيطلع البيجمنت الموجوده فيه. البيجمنت دي تقفل البورز اوف trabecular meshwork وتعمل لي جلوكوما. جلوكوما يعني الثلاث حاجات اللي احنا قلناها قبل كده. طيب الحاجات الكاركترستيك للبيجمنت الجلوكوما ايه؟ هنبدا برضو اناتوميكالي. برضو بيبقى موجود فيها كروكنبرج سبندل. البيجمنت اللي حصلها لايبريشن دي وطلعت من الميد periphery of the iris هتروح تترسب على باك اوف ذا كورنيا وتعمل نفس الكروكنبرج سبندل اللي كانت موجوده في السودو اكسفوليشن. ندخل جوه شويه هنلاقي ترانس اليمينيشن ديفكتس هنا، بس ترانس اليمينيشن ديفكتس مش موجوده بقى عند البيبيلري بودر زي السودو اكسفوليشن. الشكل ده بيسموه ماث ايتن، ماث يعني عته، ام او تي اتش زي ما يكون في عته واكلاها. ال الترانس اليمينيشن ديفكت اللي موجود هنا بيسموه تشيرش ويندو، زي عارفين الويندوز اللي هي الشباك اللي بيبقى شباك الكنيسه اللي يكون معدي النور. يعني تلاقي مثلا الاوضه في الكنيسه كلها مظلمه كده وفي شبابيك مفتوحه هي اللي معديه النور، هم سموه كده تشيرش ويندو. التشيرش ويندو او ترانس اليمينيشن ديفكت ده بيبقى موجود هنا فين؟ عند الميد بريفري. ليه عند الميد بريفري؟ لان الميد بريفري هنا هو اللي بيحصل له رابنج اجينست الزونيولز وبالتالي بيحصل له ثيننج، بيطلع البيجمنت اللي جواه وبيحصل له ثيننج وبالتالي بيبين النور اللي وراه. ده الفرق في مكان ترانس اليمينيشن ديفكت هنا بيفرق ايه في تشخيص الحاله. انما برضو البيجمنت بيتجمع عند السامبوليزي لاين في الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر، والانجل ترابيكال مشروب بتاعته هيفلي بيجمنتد، بيبقى لونها بني غامق جدا من كتر البيجمنت اللي حصل له ليبريشن واتجمع فيها وقفلها. اخر حاجه البيجمنت ده قلنا اتجمع على الكورني عمل كروكنبرج سبندل، اتجمع عند الانجل عمل سامبوليزي لاين، هيتجمع برضو على اللينس كبسول يعمل حاجه اسمها شاي لاين. شاي لاين بيبقى موجود على البريفري بتاع اللينس كبسول. في حاجه فان فاكت هنا ان الناس اللي عندهم بيجمنتري جلوكوما دول لقوا ان هم بيعملوا فيزيكال اكسرسايز، بيلعب كوره مثلا، بيجري وبيتحرك، فجاه تلاقيه صدع وعينه زغللت ومش قادر يفتح عينيه في النور. ايه اللي بيحصل للعينين دول؟ مع الفيزيكال اكسرسايز دول بيحصل اكسس لايبريشن للبيجمنت، بتقعد يحصل رابنج جامد جدا للباك اوف ذا ايريس والبيجمنت تخرج منها تروح تقفل الترابيكال مش ورك تعمل اتاك من الرايز اوف انتراكولار بريشر. احنا ما اتكلمناش طول ما احنا بنتكلم عن الاوبن انجل جلوكوما ما جبناش سيره الاتاك دي، عمرنا ما قلنا العيان الاوبن انجل جلوكوما بيجي له اتاك. لا بالعكس احنا قلنا ده السايلنت ثيف اوف فيجن، لان ضغط العين بيقعد يرتفع ويدمر في الاوبتيك نيرف والعيان مش حاسس. البيجمنتري جلوكوما دول بيجي لهم اتاكس زي اللي هنقولها في الانجل كوجر جلوكوما. تلاقي مع الفيزيكال اكسرسايز حصل ليبريشن للبيجمنت
وكميه بيجمنت كبيره طلعت وقفلت ترابيكال مش ورك، فدخل في اتاك، ضغط عينيه ارتفع جامد جدا، وصل 40 50. اما ضغط العين بيرتفع للليفل ال 40 وال 50 مليمتر ميركري، بيعمل طبعا ثروبينج بين عنيف جدا، العين بتشتكي بصداع، وبيعمل كورنيال اديما، عشان كده العيان بيشتكي بالبلورد فيجن او الهالوز اراوند لايت. طب نعالج العين ده ازاي؟ نفس الكلام، ميديكال وليزر وسيرجري. الميديكال هي السيم لاينز اللي قلناهم، اللي هو بروستاجلاندنز، بيتا بلوكرز، الفا 2 اجونستس، والكاربونيك انهيدريز انهبيتورز. بس هنا بقى المايوتكس لها رول. ايه الرول بتاع المايوتك؟ ان انت لما تدي العيان ده قطره مايوتكس باراسمباثوميماتيك، بتلم الايريس، بتعمل مايوزس وبتشد الايريس، وبالتالي بتبعد الميد بريفري اوف ذا ايريس عن الزونيولز، وبتقلل الايدوزولير كونتاكت. فده ثيوريتيكالي المايوتكس تنفع في الناس دي. احنا ما جبناش سيره المايوتكس في الاوبن انجل، المايوتكس هنستخدمها في الانجل كلوجر بعد كده. طيب الليزر سيرجري برضه ممكن اعمل له ارجون ليزر ترابيكولار بلاستي، وبرضه هو مور افكتيف عشان الهيفلي بيجمنتيشن اللي موجود في الترابيكولار مش ورك. لكن في نوع من الليزر هنا برضه ممكن ازوده، اعمل بريفرال ايريدوتومي، اجيب الليزر اضربه، بيتعمل بالياج ليزر وبالارجون ليزر كمان بيساعده، هنشوفها في الانجل كلوجر جلوكوما. بقوم ضارب ليزر على البريفري اوف ذا ايريس، اعمل بريفرال ايريدوتومي، قطع في الايريس هنا. طيب ليه بعمل الكلام ده؟ لان احنا قلنا من الثيوريز بتاعه البيجمنتري جلوكوما ان في ديس اكوليبريم، ان الضغط مرتفع جوه الانتيريور تشامبر على البوستيريور تشامبر، فما اعمل فتحه كده في البريفري اوف ذا ايريس هتوصل الانتيريور تشامبر بالبوستيريور تشامبر، وبالتالي يحصل اكوليبريشن في البريشر، وبالتالي تتفرد الايريس، ما يبقاش فيها بوستيريور بوينج. فدي بقى الحاجه المميزه برضه، يعني المايوتكس هنا كانت مميزه في الميديكال تريتمنت، والبريفرال ايريدوتومي كان مميز في الليزر تريتمنت. سيرجري ممكن اعمله برضه سب سكيل تربيكلوتومي وذ ذا سيم سكسس ريت اوف اوبن انجل برايمري اوبن انجل جلوكوما. النوع الثالث من الاوبن سكندري اوبن انجل جلوكوما اللي هو نيو فاسكولار جلوكوما. والنيو فاسكولار جلوكوما ده من اسباب البري ترابيكولار، اللي هي نيو فاسكولار ممبرين قدام الترابيكولار مش ورك. ايه اللي خلى نيو فيزلز، يعني اوعيه دمويه مستحدثه، ايه اللي جاب الاوعيه الدمويه المستحدثه دي؟ ايه اللي طلعها هنا اصلا؟ النيو فاسكولار جلوكوما مرتبط دايما بالفيجاف، والفيجاف ده اللي هو الفاسكولار اندوثيريال جروث فاكتور، ده هناخده في الريتنا. الريتنا عندنا اكتر تشو في الجسم كله بيستهلك اكسجين، ايفن مور ذان برين، اكتر تشو بيستهلك اكسجين. وبالتالي لو حصل اسكيميا للريتنا لاي سبب من الاسباب اللي هو اشهرهم الدايابيتك ريتينوباثي والسنترال ريتينال فين اوكلوجن زي ما هنقول في الريتنا، اما بيحصل اسكيميا دي الريتنا is craving for oxygen، يعني بتستنجد بكل حاجه وبتطلع كل اسلحتها عايزه اكسجين، فبتطلع حاجه اسمها vascular endothelial growth factor. الفاسكولار endothelial growth factor ده هو من اسمه growth factor، بيطلع new vessels. النيو vessels دي بتبقى هدفها ان هي تمد الريتنا ببلاد جديد باكسجين جديد عشان تعوض الاسكيميا اللي موجوده. طب احنا ايه اللي جابنا في الموضوع؟ احنا بنتكلم قدام على الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر، ايه اللي خلى الريتنا هنا لها رول؟ الفيجاف اللي بيطلع ده زي ما بيعمل نيو فيزلز على الريتنا عشان يعوض الاسكيميا اللي كانت موجوده، طبعا الفيجاف بيبقى موجود في العين كلها، بيطلع برضه على الانتيور سيجمنتس ويطلع النيو فيزلز دي على الايريس، يعمل حاجه اسمها روبيوزس ايريدس. الروبيوزس ايريدس اللي هي النيو فيزلز دي بتتكون على الايريس وبتتكون عند الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر، وبالتالي بتقفل الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر، بتعمل برين كده قدام الترابيكولار مش ورك وتعمل نيو فاسكولار جلوكوما. ادي النيو فيزلز اللي موجوده دي اسمها روبيوزس ايريدس، والروبيوزس دي عاده بتتكون عند البيوبيلاري بولدر مش عند الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر. يعني most commonly اشهر مكان بشوف فيه الروبيوز ده عند البيبيلاري بولدر. ايش معنى؟ لو فاكرين لما جينا نتكلم عن الفاسكولاتشر اوف ذا ايريس، قلنا في سيركلس ارتيريوزس ميجور اللي هي موجوده عند البريفري اوف ذا ايريس، وسيركلس ارتيريوزس ماينور اللي هي موجوده هنا عند الكولارات. الروبيوز ايريدس بيتكون عند المكان الاكثر اسكيميك عشان يعوضه، فطبعا هيتكون بعيد عن النورمال بلاد فيزلز اللي موجوده، هيكون بعيد عن النورمال سيركلس ارتيريوزس ميجور وعن السيركلس ارتيريوزس ماينور، وبالتالي اكتر مكان هشوف فيه الروبيوزس هي البيوبيلاري بولدر. ده تفسير ليه الروبيوز بتشاف اكتر عن البيوبيلاري بولدر، لانه بيتكون عن اكتر مكان بعيد عن السيركلس ارتيريوزس ميجور اند ماينور.
لكن احيانا في بعض الناس الروبيوزس ده اول ما بيتكون بيجي عند الانجل ويقوم عامل نيو فاسكر ممبرين ويدخله في نيو فاسكر جلوكوما. لما نيجي نتكلم عن الكلينيكال فيتشرز بتاعته هم الثلاثه بتوع مثلث الجلوكوما، لكن وانا بعمل فاندس تشينج فاندس قصدي اكزامينشن هنا ممكن اشوف الكوز زي السنتر ريتنال فين اوكلوجن او الدايابيتيك ريتينوباثي. طيب ايه بقى الساينز المميزه للنيو فاسكر جلوكوما؟ ان انا اشوف النيو فازلز، اشوف الروبيوزس زي ما قلنا بيبقى اكتر عند البيبيلاري بودر، او ان انا اشوفها في الانجل اوف انتيريور تشامبر اللي هي الاحمر اللي موجود ده انجل نيو فاسكولاريزيشن. علاجها نفس العلاج، هما نفس اللاينز ميديكال وليزر وسيرجري، بس طبعا مع الاختلافات. ايه الاختلافات؟ الميديكال تريتمنت فاكرين الفور لاينز اللي احنا قلناها اللي هي البروستاجلاندين والكربونيك انهيدريز والبيتا بلوكرز والالفا 2 اجنس، هم نفسهم بنستخدمهم ما عدا ان البروستاجلاندز عاده مش بتستخدم او بتستخدم with caution. ليه؟ لان الباثوجينيسيس ده اللي هو بتاع النيو فيزلز ده انفلاماتوري بروسيس. النيو فيزلز دي بتتكون بانفلاماتوري بروسيس، والبروستاجلاندين اصلا انفلاماتوري ميدييتور، فهو بيبروموت الانفلاميشن، فعشان كده عاده ما بنستخدموش او نستخدمه with very يعني high caution في حالات النيو فاسكولار جلوكوما. انما ممكن استخدم بيتا بلوكرز الفا 2 اجونست وكربونيك انهيدريز انهبيتورز لكن في قطرتين هنا بضيفهم على العلاج مش عشان ضغط العين المرتفع، لا عشان الباثولوجي نفسه اللي حاصل، عشان النيو فيزز اللي موجوده بضيف قطرتين. اول قطره اللي هي الاتروبين. ليه بضيف اتروبين؟ لان النيو فاسكولار جلوكوما زي ما هنشوف دلوقتي يعني قدام النيو فاسكولار جلوكوما احنا اتكلمنا هنا على انها اوبن انجل، لكن النيو فيزلز اللي موجوده دي اللي موجوده عند الانجل اوف ذا انتيريور تشامبر هيحصل النيو فيزلز دي مش هيلثي فيزلز، دي باثولوجيكال فيزلز يعني ليكي بتليك يعني بتسرب يعني مش ما فيهاش انتكت بارير، فهتسرب اللي جواها اللي هو البلاد بالبلازما بالفايبروبلاست، فهتعمل انفلاماتوري ممبرينز، والممبرينز دي هتعمل ساينيكيا. يعني ايه؟ يعني النيو فاسكولار جلوكوما هتبدا في الاول اوبن انجل جلوكوما، لكن مع الوقت ومع الليكج اوف فايبروبلاست الفايبروس ممبرين اللي كان ده هيعمل ساينيكيا وهتقلب لانجل كلوجر جلوكوما. يبقى النيو فاسكولار جلوكوما بتبدا اوبن انجل وبعدين تقلب انجل كلوجر نتيجه الفايبروزيس والساينيكيا اللي اتكونت. عشان امنع الساينيكيا دي بديله اتروبين، وكمان الاتروبين له ميزه ان هو بيعمل ستابلايزيشن للبلاد ايكوس بارير فبيقلل من الليكج اوف فايبروبلاست. طيب القطره الثانيه ستيرويدز، لان احنا قلنا ان الباثوجينيسيس ده انفلاماتوري بروسيس وبالتالي محتاج انتي انفلاماتوري، فهنا هستخدم الستيرويدز. حد يقول لي بقى الستيرويدز بترفع ضغط العين والكلام ده؟ لا، الستيرويدز هنا لها ميزه هامه جدا ان هي بتقلل الانفلاميشن، فدي من مانداتوري اي دروبس. يعني عينين نوفاسكولار جلوكوما تلاقي كل روشتاتهم مكتوب فيها ستيرويد وسايكلوبلاجيك زي الاتروبين بالاضافه لاي لاين بقى من الانتي جلوكوما ما عدا طبعا البروستاجلاند. طيب الليزر اللي ممكن يتعمل هنا ايه؟ هل هعمل ارجون ليزر ترابيكولار بلاستي؟ لا طبعا ما ينفعش، لان ما ينفعش اضرب ليزر هنا وفي بلاد فيزل دي هتفرقع وهتعمل بليدنج. الليزر هيتعمل هنا حاجه اسمها بان ريتينال فوتو كواجيليشن بي ار بي، وده هنشوفه بعد كده في الريتنا، ان انا بحرق الاسكيميك ريتنا هنا عشان تبطل تطلع لي فيجف، ويخلي البي ار بي دي هيتشرح طبعا في مكانه في الريتنا. طب السيرجري، هل هعمل السبسكيل ترابيكولكتومي؟ بتتعمل، بس الفيلير ريت بتاعي هنا عالي، ولازم طبعا استخدم المايتومايسين سي اللي هو الانتي مايتوتيك. ممكن الحاجات اللي هي الانترا فيتريال انتي فيجاف زي الافاستين واللوسانتس والكلام ده هناخده قدام في الريتنا. لكن احيانا لو احنا البروجنوز بتاع الحاجات دي مش كويس خالص، يعني الفيلر ريت بتاع الترابيكليكتومي عالي جدا، واحيانا بضطر اركب فيهم فالف زي احمد فالف مثلا وبرده الفيلر ريت بتاعه عالي. احيانا بضطر اعمل حاجه اسمها سايكلو ديستراكتيف ثيرابي، ان انا السيليري بادي اللي عمال يفرز ايكوس ده والايكوس ما بيحصلوش درينج كويس من الانجل ادمره ب يا اما سايكلو دايود بالدايود ليزر زي ما هنشوف في الفيديو اللي جاي، او بعمله بفوتو كواجيوليشن او سايكلو كرايوثيرابي. يعني سايكلو فوتو كواجيوليشن زي سايكلو دايود او سايكلو كرايوثيرابي اعمله بفريزنج،
واحيانا لو العين دي وصلت لحاجه اسمها بلايند بينفول اي، حاجه اسمها ابسولوت جلوكوما. ابسولوت جلوكوما دي بلايند بينفول اي، يعني عين ما بتشوفش بس ضغط العين مرتفع فيها جدا وبالتالي مؤلمه، دي اللي اسمها ابسولوت جلوكوما. هنا انا عايز اقلل الالم، انا هدفي من علاج العيان ده ان الالم يقل. ممكن اعمل ريترو بالبر الكحول انجكشن، والالكحول ده بيموت السيليري جانجليوم وكود بي ريبيتد، او احيانا بتوصل في الاخر ان انا ممكن اشيل العين دي خالص لانها بقت بلايند اند بينفول اي. السايكلودايود بقى ده بيتعمل ازاي؟ ده بروب ليزر بيسلطه من بره ترانس سكليرر، من بره من على السكليرا. والديود ده بيعمل فوتو كواجيوليشن، بيعمل بيموت جزء من السيليري بادي عشان يقلل من افراز الايكوس هيومر. امتى بلجأ له؟ بلجأ له لو الضغط مش كنترولد بالسب سكليرا تربيكلكتومي، والفيجوال بوتنشال بتاع العيان ده مش عالي قوي، ممكن اعمل سايكلو دايود. بيتعمل اندر لوكال انستيزيا بيري بالبر او ريترو بالبر زي اللي كنت بديها في عمليات الجلوكوما والكاتركت، وبسلط بروب الليزر. هو في صوت هنا؟ ايوه اهو، سمعت الطرقعه دي؟ الطرقعه اللي حصلت دي ده ان جزء من اللي بيحصل بوبينج، حاجه اسمها بوبينج في السيريالي بادي، وده يعني معناها ان الجزء ده خد الليزر تيجي. هنسمعها تاني. ايوه الطرقعه اللي حصلت دي ده صوت البوبينج اللي بيحصل في السيريالي بادي. وهكذا بقعد اعمل كذا ضربه، ممكن اعالج 90 درجه 180 درجه، واحيانا بضطر اعمل 360 درجه. ده البوب ساوند. اخر نوع من السكند اوبن انجل جلوكوما اللي هو الانفلاماتوري جلوكوما، وهنا الترابيكولار مش ورك بورز اتقفلت بانفلاماتوري سيلز. بتحصل في الانتيريو فيايتس، اما الايكوس بيبقى بلازمويد زي ما خدنا في الترم الاول. انفلاماتوري سيلز بتقوم رحله عامله كلوجنج للترابيكولار مش ورك بورز. طب الساينز اللي انا هشوفها ايه؟ هم الثلاثه اللي اتعودنا عليهم بتوع جلوكوما، مع الحاجات المميزه بقى للانفلاماتوري جلوكوما. طبعا كنا خدناها قبل كده اللي هي الكي بيز على الباك اوف ذا كورنيا، والسيلز اند فلير الموجوده. In this video I wanted to show what cell and flare looks like under the microscope. كنا خدناها في الترم الاول. اما نكبر الصوره اشوف اللي هو زي بالتندل فينومينا، وبشوف برضه بيجمنتيشن على الانجل اوف ذا انتيو تشامبر وعلاجها. نفس اللاينز الميديكال، الليزر ملوش رول قوي هنا، الميديكال والسيرجري. وطبعا الميديكال اللاينز بتاعتها العلاج النيو فاسكولار جلوكوما نفس علاج الانفلاماتوري جلوكوما، اللي هو ما ينفعش استخدم بروستاجلاندين عشان دي انفلاماتوري، بستخدم اتروبين عشان يقلل الساينيكيا ويعمل ستابلايزيشن للبلاد ايكوس بارير يبطل يطلع لي انفلاماتوري سيلز، وتوبيكال استرويدز كانتي انفلاماتوري. السيرجري برضه ترابيكولكتومي وذ مايتومايسين، لكن نتيجه الانفلاميشن والانفلاماتوري بروسيس الفيلير ريت بتاعنا عالي. فعشان كده احيانا بعيد الترابيكولكتومي، او احيانا بعمل جلوكوما درينج ديفايس زي احمد فالف. ولو وصلت ان العين دي الضغط مش متظبط فيها لا بالترابيكولكتومي ولا بالفالف، ممكن اعمل سايكلو دايود، او ممكن اعمل لو هي بقت ابسولوت جلوكوما ريترو بالبر الكحول او اناكليش. دول كانوا الاربع انواع بتاع السكندري اوبن انجل جلوكوما. ودي صورة كده لقيتها فاني للأوبن أنجل جلوكوما، اللي هي دي البرايمري أوبن ودي السكندري. السكندري ممكن تبقى انفلاماتوري سيلز، ممكن تبقى ريد بلاد سيلز، ممكن تبقى جوست سيلز. والبرايمري كنا قلنا أكتر في البلاك ريسز، في الهاي مايوبس، في مش فاهم الواحد عنده فاميلي هيستوري. يعني صورة فاني كده، وفي حاجات فيها أنا مش فاهم أصلا هو راسمها ليه، بس دي جاست فور فان. أشكركم وأقابلكم بقى المرة الجاية في الأنجل كلوجر جلوكوما.